الميزه رقم واحد اللي يجيب لكم في العقار ديال اليوم هي هاد الصالون اللي كتوجد فيه. صالون بالعرض الكافي باش انك دير ستادر دير طبله ما الى ذلك. اما بالنسبه للنوافذ فنوافذ اللي هي كبيره وباطلاله اللي هي ممتازه، اذا كنهضروا على هندسه ما عندنا ما نقولوا فيها. بالنسبه للمساحه اللي جايب لكم العقار ديال اليوم هي ديال 134 متر، كتقسم كالتالي: صالون، سيجور، غرفه الوالدين بالحمام والدريسين ومطبخ اللي عندي جاهز. العقار عطاه واحد الاهميه كبيره لا من ناحيه فاش كانوا كيديروا لي كروزوف وكذلك ومن بين قوسين حتى فاش كانوا كيديروا لا فينيسيا. ما يثبت هذا هي فاش انك كتشوف مثلا في الشوكات لي كوان في الكابس الاضاءه كيبان كل شيء بالقياس. كنقول لكم هذا العقار هذا راه ميزه ما بين قوسين، لا في المساحه لا في الثمن مقارنه مع الشوكات في السوق. كنعرض عليكم تجيو معايا نشوفوا العقار اللي كنطلب منكم هو البارتاج ديال هذا الفيديو. اول شيء نبغي نوريه لكم هو المدخل الرئيسي ديال العقار، الباب باش كنعرفوا كنفهموا كاملين اللي في الصاله. اللي هذا هو الباب، هو عباره عن باب بلاندي ولا باب مقاومه للكسر. في الامام ديال هذا الباب هذا كنلقى عندي صالون، والصالون اللي هو بالفصاله المتميزه والفصاله اللي كيبغيوها الناس كاملين. علاش؟ لان كيعطيو فيه العرض ماشي غير الطول، فكاين العرض. اذا الا حطيتي السدار ديالك وحطيتي طبلات الوسط ما كيبقى لك لا سباس ولا اتساع منين يدوز الانسان. اما بالنسبه للاضاءه وبالنسبه للجبس وبالنسبه للالوان والصباغه فكان داك الشيء متكون. هنا دايرين كوا ديال السجون. كنقول لكم اعزائي المشاهدين كنتواجد بكم اليوم بمدينه مكناس وباحد الاحياء المعروفه بمدينه مكناس الا وهو حي المنصور. هنا في هذا الممر هذا كيتفرقوا الغرف والمطبخ. عندي المطبخ هو هذا، مطبخ اللي مازال غادي يزيدوا عليه اضافات اللي هي متعدده، مطبخ من المطابخ الحديثه. كما كتشوفوا معايا فيه البلاكارات كاينين الفوق، بلاكارات كاينين لتحت، البلاصه ديال الثلاجه داروها بوحدتها، الميكرو اوند، حتى البلاصه ديال لاوت لابلا، لا ماشينا لافي. اما بالنسبه لهذا المطبخ ففيه كذلك البالكون ديالو، وواحد الاطلاله اللي هي زوينه، اطلاله اللي هي ممتازه، ما قدامنيش الفيزافي، ما قدامنيش زعما شي حاجه اللي غادي تحجب الرؤيه. كنكملوا في الممر ديالنا، عندنا هنايا السمرين في الممر تلقى غرفة الوالدين. غرفة الوالدين فيها دوش، وهذا دايرينو بجوج ترومبي، دايرين طواليت ديال هنا، وهنا زايدين دايرين دريسينغ، دريسينغ كله عامر بالنيش ديالو فين يدير الانسان الحوايج ديالو الملابس. بالنسبة للأرضية فدارو فيها هاد لي في باركي. إلا هضرنا على المساحة كنقولو 134 متر مربع اللي كاينة في العقار. هنا كاين حمام واحد آخر، تا هو بجوج ترومبي ديالو، ومازال الأشغال في هاد العقار، مازال السانيتير مكملش 100%. هنا غرفة أخرى. أما بالنسبة للعمارة فهي كتوفر على مصعد، مرآة ديال السيارات، ودخلة اللي هي لحقها وطريقها مصابه بديكورات جديدة. ما بالنسبة للثمن ديال العقار ديال اليوم فطالبين فيه 80 مليون اعزائي المشاهدين، ولربما ما بين قوسين يكون هناك نقاش مع صاحب هذا العقار. قلت كنتواجد بكم بمدينة مكناس وبالضبط بحي المنصور قريبة جميع المرافق في موقع استراتيجي بقولهم بعض الشقق. واللي بغى يشوف واللي ينتهز هاد الفرصة هادي، علاش؟ لأن بحال هاد الفصالة هادي بهاد الهندسة قليلة قليلة بزاف. أعزائي المشاهدين كنقول لكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في عروض مقبلة مع طارق.